لدى لقاء سموه بوزير البحرية الأمريكي، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برؤية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الأوضاع والتحديات في المنطقة وبنهجها في دعم أصدقاء وحلفاء أمريكا ووقوفها إلى جانبهم في مواجهة الأخطار التي تهدد الأمن والاستقرار وفي مقدمتها الإرهاب. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة أصبحت تشهد تطورا ملحوظا على عمر إدارة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لما تبديه من تفهم وتفاعل إيجابي للأوضاع والتحديات التي تمر بها المنطقة، ما يبعث على الارتياح ويفتح المجال واسعا نحو المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف القضايا التي تعزز أمن المنطقة واستقرارها. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية السيد ريتشارد سبنسر وزير البحرية الأمريكي والوفد المرافق، حيث استعرض سموه معه علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين وآليات دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. وخلال اللقاء نوه سموه بأهمية الاتفاقيات الموقعة بين البحرين والولايات المتحدة أو تلك التي ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب في تعميق آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية والأمنية، استنادا إلى ما يربط بين البلدين من علاقات وثيقة وراسخة، منوها سموه بمسار التعاون العسكري والحرص على تنميته وتطويره، وبخاصة في ظل ما حققه من نجاح على مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات. وأشاد سموه بمسار علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين ورغبة البلدين الأكيدة في تعزيزها وتطويرها، مؤكدا سموه بأن المجال دائما مفتوح أمام تنمية هذه العلاقات والارتقاء بمجالات التعاون الثنائي بين البلدين ومنها التعاون العسكري. وقد أعرب وزير البحرية الأمريكي عن اعتزاز بلاده بما تليه حكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام بكل ما يعزز من مجالات التعاون بين البحرين والولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما يعكس طبيعة وقوة العلاقات التي تربط البلدين.